الحملة الانتخابية إن شاء الله تكون ناجحة، وإن شاء الله تكون في مستوى الجميع، وإن شاء الله اللي فيه الخير هو اللي يقدمه لنا ربي، إحنا نختاره إن شاء الله. راح يكون عندنا انتخابات مسبقة إن شاء الله يوم 7 سبتمبر 2024، هي انتخابات إن شاء الله للجزائر، ويعني مني ولكل الجزائريين هذا واجب علينا إن شاء الله نختاروا المترشح الأكفاء. احنا كمواطنين ان شاء الله نتمنوا الخير للجزائر هذه، وراح نكونوا في الموعد ان شاء الله، وراح نمدوا صوتنا، وان شاء الله يكون صوتنا سديد، ونطلب من كل جزائري ان شاء الله يكونوا بقوه يوم 7 سبتمبر ان شاء الله. ويوم 7 ان شاء الله نلتقي في الاقتراع ان شاء الله، والحضور سيكون ان شاء الله بقوه ان شاء الله.